متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نستعرض معكم آخر توقعات وتحديثات الحالة الجوية اليومية في المملكة خلال الفترة القادمة. سادت مع ساعات صباح وما قبل ظهيرة وظهيرة هذا اليوم حالة من عدم الاستقرار الجوي تركزت في مناطق البادية وامتدت لفترات وجيزة إلى أجزاء من شمال ووسط المملكة، في حين مالت الأجواء إلى الاستقرار مع ساعات العصر والمساء. نلاحظ معكم من خلال اليومين القادمين توقعات بزيادة أجواء مستقرة بشكل تام في كامل مناطق المملكة مع ظهور للسحب خلال اليومين القادمين على ارتفاعات متوسطة وعالية بكميات متفاوتة. الليلة القادمة هنالك فرصة لتشكل الضباب مع ساعات الليل المتأخرة من ليلة الاثنين على الثلاثاء وفجر وصباح الثلاثاء، وبالتالي خطر تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية الدولية ومناطق السهول الشرقية. كما نلاحظ من خلال النقطة الأخيرة هنا هناك توقعات بمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة يؤثران على المملكة مع عطلة نهاية الأسبوع تحديدا يومي الجمعة والسبت، وقد يمتد بتأثيراته حتى يوم الأحد وصباح يوم الاثنين. طبعا هذه التحديثات الخاصة بهذا المنخفض وآخر تفاصيل سنطلعكم إياها خلال اليومين القادمين. توقعات أو آخر صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى تناثر للسحب الرعدية في أجزاء من البادية الجنوبية والشرقية، كذلك الحال ظهور بعض السحب الركامية في سماء شمال وسط المملكة وتسببت بهطول زخات أمطار محلية. توقعات الخاصة بالليلة القادمة 12 درجة مئوية هي درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في العاصمة عمان مع ظهور لبعض الغيوم المتفرقة وتشكل للضباب في مناطق السهول الشرقية والأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة العاصمة عمان. التوقعات الجوية الخاصة بالثلاث أيام القادمة نلاحظ معكم درجات حرارة تقريبا حول حاجز 20 درجة مئوية مع ظهور تشكيلات كبيرة الصراحة من السحب على ارتفاعات متوسطة وعالية. يوم الخميس والجمعة تتأثر المملكة بمقدمة لهذا المنخفض الجوي، وبالتالي تتهيئ الفرصة تدريجيا لهطول زخات متفرقة من الأمطار. سنبقيكم خلال اليومين القادمين بآخر تحديثات هذا المنخفض. كان كل ذلك حتى اللحظة.